تكاد مهنة الساعات تختفي بعد أن كانت محلات تصليح الساعات منتشرة بكثرة، إلا أن هذه الحرفة أخذت بالاندثار لعزوف الشباب عنها. وتفاصيل مع وليد مهاجري. هكذا يحضر الساعات عبد العزيز طاولته الخشبية الصغيرة وقد حشد عليها عشرات الساعات ومئات القطع الصغيرة قبل أن يلصق بعينه اليمنى مكبرا صغيرا. فويمي هذه لاباس تاع نابورت كيل سيكسي في الميتي، لازم تحب الميتي تاعك. فوالا سينو اون بو با افونسي في الدومين هذا. نابورت كيل ميتي لازم تحب الميتي تاعك باش تسانكرونيزي معاه. هي ساعة يد يبحر عبد العزيز في إصلاحها بأنامله المبدعة وبحرفية عالية، يلتمس العطل ويعيد ضبط تكتكاتها. الخدمة تاعك هي البوزيسيونيك، الخدمة تاعك هي تفرض روحها. وأنت بالخدمة تاعك يعني بالإتقان تاعك تفرض روحك مع الناس. هذه حاجة ساس ميريت. سي با فاسيل، يلفو لا ميريتي. مهنة الساعة حرفة قل ممارسوها في هذا الزمن، إلا أن صيت عبد العزيز جعل الجميع يقر بتفننه في إصلاحها. أنا من داخل نجي نخدم ساعة لهنا عند حبيبنا لهنايا ونعطي له ساعة، ما كانش يقول لي شي خطرة ماشي زود ندير له ساعة ويقول لي ما تخدمش، تجر يخدمها لي، ميم تلقى فيها بروبلام يخدمها. التطور التكنولوجي حد من تطور مهنة الساعات التي تكاد تختفي، ليكون الحل في إنشاء مراكز لتعليم وتكوين الحرفيين هو الضامن الوحيد لديمومتها.